أنا اسمي أحمد عدنان، المقدم استعراضات الرهبان الشاولن، اللقب سبع أنبار. أقدم استعراضات من خلال البرنامج تيك توك. طبعاً هاي القدرات الرهبان الشاولن نقدمها عن طريق الاجتهاد. تفضل رب العالمين، قدرت أصل مراحل يعني شوية صعبة هي الرياضة مالتي، بس أنا الحمد لله شكرا اعتمدت على نفسي وقدرت أصل لهذا المستوى، وبدأت أنافس الوطن العربي من خلال هاي الرياضة مالتي. لأن يعني تلاميذ الرهبان الشاولن هي أسرار هواية بها يعني فن وأساليب، فالحمد لله شكراً. لا داخل مدرب ولا نادي ولا دورات ولا بطولات، اعتمدت على نفسي وقدرت أقدم هذا الشيء. فضل رب العالمين، لا اكو دعم مادي ولا دعم معنوي، يعني لا دعم من الوزاره ولا دعم من الحكومه. فاحنا مرات نقول ليش هاي الطاقات الشبابيه ما حد يدعمها. احنا اليوم كهيئه مواطنين بسيطين من خلال عملنا قاعد نقدم هاي الاستعراضات. احنا نريد مثل احد يدعم هاي الطاقات الشبابيه، لان هاي الرياضه مدفونه بالعراق وما حد يدعمها.